هذا سائل يقول: معلوم أن القبلة أيام إبراهيم عليه السلام كانت إلى الكعبة، فمتى تحولت إلى بيت المقدس؟ هل في عهد إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب عليهم السلام، أو متى كان هذا التحول؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لما بني بيت المقدس، لما بني بيت المقدس وبناؤه بعد الكعبة بمدة، لما بني توجه القبلة إليه بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.